لكن خلينا نتكلم عن مباراه اليوم. وانا من وجهه نظري حتى كنت بتناقش مع فارس امبارح، كنت بتمنى الدفع برامي ربيعه في منطقه وسط الملعب، ويمكن كتير جدا اتكلموا عن فكره اكرم توفيق، لكن انا كنت شايف ان الدفع برامي ربيعه كان مثالي جدا. ويمكن يا فارس لو اتناقشنا فنيا، بيتسو موسيماني اتعلم من خروجه في دور الثمانيه العام الماضي لما نزل محمود متولي قفل عمق الملعب، ففكر مع مساعده ان هو يلعب بنفس الطريقه ويحط رامي ربيعه تحديدا، لان الكرات العاليه والكرات الثابته رامي ربيعه مميز في العاب الهواء، فبيدي صلابه لخط الدفاع تقريبا لرامي ربيعه. لاعب النهارده دور كبير جدا جدا جدا. انا متفق معاك، ورامي ربيعه وحاله الفريق وايه اللي عمله موسيماني ادى الى ان الفريق يظهر بالشكل ده، ده هنيجي ليه في صورتين لوحدهم. ولكن بشكل عام حابب اقول حاجه، رينيه فايلر، ولازم لا نبخس الناس اشيائهم، رينيه فايلر كان مدرب كبير جدا وليه بصمته الواضحه والقويه مع النادي الاهلي، ولكن لما اجي اقيم بقول ان انا برضو عندي مدرب يجيد المباريات الكبيره وهو موسيماني. موسيماني لعب مباراه الوداد المباراتين قدر يتاهل ويحقق نتيجه ما حصلتش على ارض الوداد من سنوات، ان هو يكسب الوداد على ملعبه. جينا بعد كده رحنا للزمالك، كان عنده اسامه من الذكاء النفسي والتعامل داخل المباراه والتعامل الفني ان انت تقدر تطلع بالمباراه للشكل ده. رحنا في كاس العالم للانديه شفنا مباراه صعبه جدا فنيا ونفسيا زي بالميراس، قدر ازاي يطلع بالمباراه بان انت تحقق البرونزيه. جينا النهارده شفنا نفس الفكره دي. فاذا انا متفق معاك، لو انت بتقيم موسيماني اكيد احنا دايما بندور على الاداء مع النتيجة، متفق معاك تماما. ولكن وانا بعمل ده ما بخسش موسيماني حقه، ان الراجل كنتائج ومباريات كبيرة يا اسامة، لا الراجل بتاع مباريات كبيرة بالتأكيد، الراجل بيجيد المباريات الكبيرة بالتأكيد. واحنا حتى كمان موسيماني بيجيد المباريات خارج ملعبه، يعني كمان موسيماني منذ انضمامه للنادي الاهلي في الدور قبل النهائي امام الوداد، والناس كانت بتتكلم عن فكره احقيه بيتسو موسيماني في اننا نديله الكريدت بتاع اللقب، قالوا ده جاي بعد الصعود لدور الثمانيه. النهارده موسيماني بيوصل النادي الاهلي للمنطقه اللي استلم منها النادي الاهلي، ويا للعجب بعد برضه صن داونز. يعني بيتسو موسيماني تقريبا لعب البطوله كامله، ولكن في اول ثلاث مباريات حقق اللقب. نتمنى ان شاء الله نقول له الثالثه يا موسيماني زي ما قلنا له المره اللي فاتت الثانيه يا موسيماني، وان شاء الله موسيماني يقترب. لكن احنا معانا فارس احصائيه اصلا لموسيماني تطبيقا لكلامك خارج الحدود، موسيماني نتائجه ايه مع الفرق لما بيلعب بره ملعبه؟ اعتقد عندنا لو نعرض صوره بيتسو موسيماني او نتائج بيتسو موسيماني خارج الملعب، موسيماني لعب ست مباريات اتهزم مباراه واحده فقط لا غير، ده في دوري ابطال افريقيا وكمان في كأس العالم للأندية. أعتقد رقم مميز جدا، 3 فوز يا فارس، 2 تعادل، هزيمة وحيدة أمام سيمبا، لا ده أفريقيا، هزيمة وحيدة أمام سيمبا، أحرز 9 أهداف، استقبل 4 أهداف، واضح إن بيتسو موسيماني دايس القارة بشكل قوي جدا، وكمان بيجيد اللعب خارج الحدود، وبيجيد كمان تحقيق نتائج إيجابية. اتفق معاك، والكورة فيها جزء فني نسبي وفيها أرقام مطلقة ما بتكذبش. اللي احنا استعرضناه معاكم هو الارقام المطلقة.